اليوم كما تتبعتم كانت هناك أطوار الوقفة التي دعا إليها مجلس هيئة المحامين ببني ملال، وكذلك انسجاما مع الدعوة التي دعت إليها جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وذلك من أجل أن نوضح للرأي العام الوطني وكذلك المهني بشكل خاص أن المحامين في المغرب ليسوا ضد أداء الضريبة. نحن مستعدين أن نساهم في تكاليف وأعباء الدولة، ولكن أن نحترم في ذلك المقتضيات القانونية التي تنظم هذا المجال. المحامي أو المواطن في علاقته مع الدولة يساهم في التكاليف وفي الأعباء، كل حسب قدرته، كل حسب استطاعته، كل حسب دخله، ولكن كاين قواعد كتنظم هذا المجال، وهي الحصيلة اللي كتخضع للتضريب بعد خصم التكاليف والأعباء، وكتخضع واحد الحصيلة ديال الأرباح هي اللي كتخضع للتضريب. الآن هذه المقتضيات اللي جا بها مشروع قانون المالية أنه الأداء المسبق على بعض الملفات هذا ماشي ضريبة للمحامون، ولكن كنعتبروها ضرب للقدرة الشرائية ديال المواطن وإثقال كاهل المواطنين في الرفع من الأعباء والتكاليف، لأن هذه الحكومة وعدت الناس بالرخاء، وعدتهم بالعيش يعني الكريم والتخفيف من التكلفة ديال المعيش، ولكن للأسف نجد انها كتجينا بمقتضيات اخرى اللي هي ضد هذا الوعود هذه. بالتالي احنا ماشي ضد الاداء ديال الضريبه، ولكن ندافع على المواطن، ندافع على الشباب كذلك حاملي الشهادات في ان يلجوا الى المهنه، ماشي ضد الولوج ديالهم للمهنه، ولكن بغينا انهم تكون الرؤيه واضحه لهم، يكون الظروف ديال الاشتغال ديالهم مناسب، وان يعلموا ان المقتضيات اللي جا بها القانون ديال المهنه، المقتضيات اللي جات بها قانون المسطره الجنائيه فيها تضييق على الممارسه المهنيه، فيها العديد من المكاسب اللي كانت عند المهنه وبالتالي تم الحذف ديالها، فيها كذلك العديد من القضايا التي استثنيت من الزاميه المحامي، فيها ان العديد من المؤسسات العموميه يعني لا تكون مجبره ان تنصب المحامي، وبالتالي المجال ديال الاشتغال اصبح ضيقا، يعني حتى لا نبيع الوهم للشباب، وبالتالي يجيو يلقاو انه راه المجال ديال الاشتغال ديالهم ضيق. مرحبا بهم في المهنه، هم زملاء لنا، وغدا قد يكونوا كذلك زملاء لنا، ولكن اغراق المهنه بافواج كبيره وذلك ويعني الالتفاف حول يعني معضله البطاله بالدفع بهم الى مجالات اللي فيها مجال الاشتغال ضيق، هذا امر نرفضه جمله وتفصيلا. اليوم هناك توقف رمزي، احنا ماشي دعوة صريحة للمقاطعة، احنا كنجيو نأديو المهام ديالنا، احنا موجودين مرتدين البدل ديالنا، متواجدين في المحكمة، ولكن هذه وقفة رمزية انتصارا لهذه القضايا ديالنا اللي هي نعتبرها عادلة ومشروعة.